سي خالد سليم رئيس جمعية تاكسي فوت، اليوم منطقة المحاميد أو مراكش بصفة عامة تحظى بهذا الدوري الجميل، دوري تنظمه جمعية تاكسي فوت تعاون مع جامعة مراكش ومقاطعة المنارة. وشيء جميل أنه كرمتوا أحد رموز كرة القدم الوطنية والإفريقية والعالمية إن صح التعبير سي بدو الزاكي. سي خالد، نتحدث بالنسبة للدوري والمعيار اللي اختارته فيه الزاكي باش أنه تكرموه. السلام عليكم ورحمة الله. مشكور سي صابر، مشكور جريدة الرياضية على دائما التتبع ديالها ودائما ما كتغيبش على هذه المحافل. بالنسبة للدوري، هذا دوري نسخة خامسة، النسخة الأولى اللي دازوا فيها ضيف شرف كذلك ديال سي البجا والسي كمال الصالحي، والنسخة الثانية استضفنا فيها سي تيمومي اللي عنده كرة ذهبية، وتيمومي وما أدراك ما تيمومي. الأخ بالنسبة للنسخة الثالثة حضر فيها سي عبد العزيز بودربالة، والنسخة الرابعة كانت غياب ديال حجيل وظروف ما. هذه النسخة الخامسة يعني نجم كذلك ديال الكرة الذهبية اللي هو السي بدو الزكي، اللي كنشكروه بالمناسبة أنه يجي يشارك معنا هذه الفرحة، وكذلك أننا حنا بنحتفيو به على المشوار الكبير ديالو واللي ماشي ساهل وصعيب. أنا نقدروا نقولوا في دقائق أو أكثر من دقائق، لذلك حنا ولو هي بواحد الموجز أنه السائقين ديال سيارة الأجرة بصين فيها الأول والثاني أنهم بغاو يحتفوا بسي الزاكي، وطلبا عندهم انهم بغاو سي الزاكي يحضر معهم، وسي الزاكي حتى هو لبال بصدر الرحب الدعوه والله يجازيه بخير. سي خالد، نتحدثوا بالنسبه على الدوري، تعطي ولو نبدا شامله كيفاش داز الدوري واليوم الختامي. بالنسبه لهذه النسخه الخامسه، هذا دوري ديال رمضان، سالا في الاخر ديال رمضان يعني الدور النصف النهائي. النهائي راه تاهل فيه فريق ديال النجوم المسيره مع فريق اشبال المحاميد، اللي غادي ان شاء الله يكمل بعد ما تنتهي هذه المباراه ديال رفع الستار. رفع الستار مباراه وديه للسائقين ديال اللي فوق 50 سنه، يعني اللي كذلك للترويح عن النفس. وكذا وكانت ودوري يعني فيه 16 فريق من جميع محطات ديال مدينه مراكش بصين فيها الاول والثاني. ودوري الحمد لله النسخه، وخصوصا النسخه الرابعه والخامسه، غادي النيفو كيطلع من حيث الجوده ديال اللاعبين، وكذلك انه الثقافه ديال الرياضه بدات الحمد لله عند السائق المهني انه لو كيمارس الرياضه سواء في الصالات سواء في الملاعب سواء في رياضات اخرى فرديه او جماعيه. وهذا الشيء اللي بغينا، وهذا هو الهدف ديال الجمعيه ديال تاكسي فوت، انه يجي يمارس الرياضه، لانه الروتين اليومي اللي كيضل فيه النهار كامل يعني من خلال غلاء الروسيطه، من خلال حركات المرور، من خلال يعني الزبائن فيهم وفيهم يعني بزاف المشاكل، بالاضافه الامراض اللي كتنجم عليها انه تيضل في واحد في الكوسان اكثر من 18 ساعه او 20 ساعه في الكوسان، كينجم عليها امراض اخرى كثيره، راه كتعرف السياتيك، مرض السكر، امراض كثيره. كيجي بدا على الاقل هو كما كنقولوا الوقايه افضل من العلاج. هذه الرياضه بدا على الاقل هي الحمد لله. انت كتشوف الجروب، راه كنتي في اول، راه سي صابر انت حضرتي للتاسيس ديالنا، كنتي من الاولين، وكنت قلت لك راه كاينه شي 60 واحد، 60 واحد، دابا راه حنا وصلنا 200 سائق مهني، وباقي الحمد لله الخير لقدام. سي بدو الزاكي، اليوم كتعيش لحظه اعتراف ويعني وتكريم من طرف جمعيه تاكسي فوت مدينه مراكش، بالنسبه لكم اش كيشكل هذا التكريم هذا، وخاصه انه كيجي من الناس اللي ربما رسميا بعاد على كره القدم؟ بكل صراحه جيت سعيد وجيت فخور بهذه الدعوه هذه وبهذه الالتفاته وبهذا التكريم، وكذلك كنتمنى الجمعيه ديال تاكسي فوت وعلى راسها الرئيس ديالهم سي خالد كل من توفيق والنجاح، وتكون هذه النسخه الخامسه وتكون نسخات ان شاء الله في المستقبل، وتكون في واحد المستوى عالي، وديما هما كينظموا في مستوى عالي. لهذا بالنسبه لي ما الا نشكر جميع الفعاليات اللي كتنظمها الدوري، وكذلك جميع الناس اللي استدعوني باش نكون حاضر معاهم في هذه النسخه الخامسه. سي سعيد الشرع رئيس الاتفاق المراكشي، اليوم كتحظوا باعتراف اخر وتكريم الانجاز اللي حققته والصعود للقسم الاحترافي الثاني من طرف جمعيه تاكسي فوت مراكش، بالنسبه لكم اش كيشكل هذا التكريم هذا واش هذا الاعتراف هذا؟ هو سي العظم كنشكروك بعدا سي صابر المنبر ديال مراكش الرياضيه، فراه كيف ما قلتي راه تكريم، راه تكريم من الكرم، راه اسم يدل على تسميته. فانا كنشكر الجمعيه ديال سميتو ديال تاكسي فوت على هذه الالتفاته هذه، وهذا من الناس القلال الا ما قلنا من الناس النادرين اللي كرموا نادي الاتفاق الرياضي المراكشي على الانجاز اللي دار ثلاث هاد السنين في شخص عبد ربي سعيد الشرع. انا كنشكرهم وكنتوجه لهم بالشكر الجزيل، وانك تكرموا في مدينتك وفي سميتو وسميتو في
مسقط الراس في الملعب ديال المحامي المعقل ديال نادي الاتفاق الرياضي المراكشي وامام عملاق الحراسه المغربي بدو زكي. فهذا بوراك يعني بزاف ديال الحوايج. راه اللي شاف الزكي واللي عاشر الزكي واللي تفرج الزكي راه كيعرف ان الشرع مع الزكي راه شي حاجه فهمتيني. ايوا هو كان عملاق ديال الحراسه وحنا كنا عمالقه الى حد ما ديال التسيير في مدينه مراكش. كنتمنى نكونوا توفقنا في هذه المسيره ديال الهوات. كنتمنى ان في القسم الاحترافي نكونوا احسن واكثر من اجل تألق التوهج ديال مدينه مراكش ولصالح الاسم ديال مدينه مراكش. سي مراد بغض النظر عن النتيجه خسرتوا في النهايه ماشي مشكل، ولكن المنافع ديال هذا الدوري هذا بحال هذه الملتقيات اش يمكن يزيدكم كسائقين؟ حنا كنعرفوا الصعوبات المهنه ديالكم والاكراهات اليوميه، اش يمكن يزيدكم بحال هذه المحافل هادو؟ بحال هاد المحافل هادو تيزيدونا بزاف. علاش؟ حقاش تيكون عندنا واحد اليوم متعب يعني لاعب اسبان المحامي. تيكون عندنا واحد اليوم متعب بحكم تنخدموا تقريبا ما بين 8 السوايع حتى 12 ساعة. يعني تنشكروا هاد الناس هادو اللي تنظموا بحال هاد المحافل هادو. يعني تنغيروا الروتين ديال الخدمة تنبدلوا الروتين. والحمد لله دوزنا واحد الدوري رمضاني زوين وكل شيء لعب بكل روح رياضيه. وتنهنئ الفريق اللي ربح بالدوري، واخا حنا تكراسينا دوزيامين ما بغيناش دوزيامين بين بروميانين حقاش تقاتلنا ولكن بون شونس باقي المحافل الاخرين ان شاء الله. وتنتمنوا التوفيق كاع الاخوان السائقين. حط مفخ يا مراد، حط سي يوسف يعني تتويج باللقب الثالث في النسخه ديال اللي كتنظم جمعيه تاكسي فوت، بالنسبه لك اش يمكن تقول على المباراه والاجواء اللي دازت فيها الدوري بصفه عامه عاد المباراه النهائيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجميع الحضور. كان التتويج هو مستحق وكان المجهودات ديال السي خالد السالم رئيس جمعيه تاكسي فوت. الدوري داز اجواء اللي هي جميله وعرف واحد التنافسيه اللي هي كبيره ما بين جميع السائقين. الدوري اللي حقق المبتغى ديالو بالنسبه لجميع السائقين، خلق جو رياضي وتحت شعار تاع الجمعيه اللي هو السائق في صحه جيده. بالنسبه لكم يعني بحال الدوريات هادو كاش كيزيدوكم كسائقين طاكسي؟ كنعرفوا حنا الاكراهات ديال اليوميه ديالكم، كنعرفوا باللغه الدارجه تامه اللي كضربوا النهار كله. يعني بحال هاد المتنفس اش كيزيدكم نتوما كسائقين؟ لا هو في الحق هذا متنفس لجميع الاخوان الصديقين السائقين المهنيين، فكيفرغوا يعني هذاك التعب وهذاك المشقه وهذاك العناء اليومي اللي كيضلوا فيه. ويعني وبادره اخرى طيبه لانه تيبقى في حاله صحيه جيده.